اهلا وسهلا بحضرتك يا استاذ شريف والسيد الدكتور، اهلا وسهلا بحضراتكم. ربنا يبارك فيك. مهم اهلا جدا وسهلا، موضوع الحلقه اللي حضرتك بتناقشوه، بس كنت عايزه اسال سؤال. بعض اتفضل. الناس، او يعني في واحده جارتي تحديدا، فتحت محل وللتجاره وبعض الملابس والاشياء الاخرى، ولكن ما عملتش رخصه، تهربت من الكهرباء، دفع الكهرباء. مفترض انه ليهم معامله خاصه، يعني في اللي بيفتح محل بيبقى ليه معامله خاصه. هي بتسأل هو ده كده حرام ولا حلال؟ انا ما ادفعش ضرائب، ما اعملش، ما ادفعش الكهرباء اللي هي التجارية، مش بدفع كهرباء عادية. تقول لك عشان انا اقدر اكسب واقدر تمام. احط هامش ربح النفس، او بعض الامور بتبقى جايبة الحاجة بثمن بخس جدا وتضاعف سعرها مرة واثنين عشان تقول لك اصلها غليت، انا جايباها من السنة اللي فاتت صحيح بس غليت دلوقتي. تمام، فهل ده سلوك كسب حلال ولا حرام؟ شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. الحقيقه الاستاذه مها كمان اوضحت لي حاجه كده، سؤال حد طرحه علينا هساله على فضلتك بعد ما تفضل بالاجابه على سؤالها. ومش بس الكهرباء المنزليه مش التجاريه، ده البعض بيسرق تيار اصلا كهرباء دكتور نعم غانم. نعم نعم اه نعم اتفضل. هو حضرتك الأخت سألت سؤال له شقين. الشق الأول إن حد بياخد كهرباء ولا بياخد أي حاجة بيقول لك، ومش عاملة رخصة، ومش يعني مش متابع قوانين ومش ماشية بالأمور اللي هي تهرب متبعة، الضرائب. اللي هي يعتبر حددها الحاكم ممثلا في الجهات المختصة اللي بتمثله. والحاكم لما يأمر بحاجة ويطلب حاجة ويبقى فيها مخالفة، فهو مخالفة لأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر الأمر منكم. منكم هذه الكهرباء أو هذه الأمور، ملء هذه الضرائب بتؤخذ لتوضع في سياق لناس محتاجة الحاجة زي دي تضاعف فيها. يعني أنت ربنا أكرمك وبتكسب وبتربح ودفعت ضريبة، فالضريبة اللي بتؤخذ منك بترصف شارع، بتدي، بتروح ناس لناس محتاجاه في كده. هي الأمور تسير بهذه الطريقة. فأنت لما تمنع هذا الحق فأنت منعت حق لناس، حق لمجتمع. احنا الدولة تمثل المجتمع، بتاخد منك وتعمل لغيرك هناك، فأنت حينئذ يعني أكلت مال. يعني لو فرض، لو مال فرض أو الحساب بين فرض وفرض، لكن أنت أكلت مال ناس، مجتمع، مجتمع، أمة، كل واحد منهم يوم القيامة هيطلب حقه منك، يحاججك صحيح، هيحاججك في هذا الحق.